إحدى يجب اتباعها من خلال تسليط الضوء على الفاعلين الحقيقيين في هذا النزاع المفتعل، وإبراز دور الجزائر في خلق وتمديد وعرقلة المسلسل السياسي. كما أن مجلس الأمن ما فتئ يدعو في العديد من الفقرات التنفيذية الأطراف المعنية مع الإشارة إلى الجزائر بالاسم للعمل على مبدأ التوافق لإيجاد حل سياسي وعادل وعملي ودائم، مع تكريس الموائد المستديرة كآلية وحيدة للمضي قدما في المسلسل السياسي. والقرار تم الاعتماد فيه على صياغة جديدة لا لبس فيها، تؤكد على أهمية تقارب مواقف جميع الأطراف المعنية من أجل التقدم نحو حل دائم وعادل ومقبول من الأطراف، لأن المجتمع الدولي الذي أضحى مستوعبا للطابع الجيوسياسي للنزاع دعا دول المنطقة إلى تجاوز